أكيد بايدن راح يطلب من لافروف مساعدة روسيا لكي نساعد العملية السياسية، لكي نساعد عملية تشكيل حكومة انتقالية. ولكن في نفس الوقت احنا فاهمين أن المعارضة السورية، مثلا الائتلاف هو المعارضة، إذا شفتم البيان من وليد البني الناطق الرسمي للائتلاف، هو أكد موقف الائتلاف بأن المفاوضات بالنسبة لهم يعني رحيل بشار الأسد وبعدين تشكيل حكومة انتقالية.